السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع راسم الإشارة بالسلسكوب. وظيفة راسم الإشارة، أهم وظيفة له هي رسم الإشارة، قياس الجهد، قياس التردد، اللي يعطينا شكل الإشارة الكهربية. الساعة العادية بتقيس لنا المحتوى الكمي مثلا للجهد الكهربي، يعني بتقول لي والله الجهد الكهربي هذا 5 فولت، تقول لي هذا 7 فولت، سواء كان اي سي او دي سي، بدون ما تديني مثلا اذا في تشوهات في جهد الدي سي، او تديني شكل الاشاره تبعت الاي سي، يعني بتعطيني في النهايه حسبه وخلاص وتقول لي هي الجهد هالقد وهالقد. انما راسم الاشاره بيديني الشكل تبع الاشاره، بيديني كيف شكلها، كيف متكون. راسم بيقيس التردد بالإضافة لشكل الإشارة، بيقيس الجهد الـ AC وبرضه بيقيس الجهد الـ DC. بالإضافة له قياسات كثيرة، يعني في ممكن يقيس فيه مقاومة ويقيس فيه مكثف، لكن طبعا مش عملي بالمرة إطلاقا، ما هواش عملي بقياس هذه الأشياء خالص. يعني بدك تقعد تحسب، يعني بدل ما تقرأ لك الساعة القيمة بشكل مباشر بدك تقعد تعمل حسابات، فطبعا مش عملي اطلاقا. فاحنا غالبا بنستخدمه في قياس شكل الاشاره ومعرفه التردد، لانه برضه الساعات العاديه بتعرف التردد، لكن اهم حاجه بتتم تميزه اللي هو بيعطيني شكل الاشاره. قلنا الجهد الكهربي يوجد عادة في صورتين، يا اي سي يا دي سي. دي سي اللي هو الجهد الثابت او التيار المباشر او التيار المستمر، وبنرمز له بالرمز دي سي، هو اسمه دايركت كارنت، مش كارنت دايركت، الظاهر الوورد مش مظبطها معايا، دايركت كارنت. دي سي يعني دي يعني دايركت، والسي اختصار لكلمه كارنت. لاحظوا هنا عندي 3 اشكال للجهد الدي سي. خلينا ناخذ التعريف بتاعه. التيار المباشر برضه مش عارف ليش معكوسه هذه، هو عباره عن تدفق ثابت للالكترونات من منطقه ذات جهد عالي الى اخرى ذات جهد اقل. يعني التيار هو عباره عن تدفق ثابت للالكترونات من منطقه ذات جهد عالي الى اخرى ذات جهد اقل، ويحدث ذلك عاده خلال الاسلاك الكهربيه او خلال اشباه الموصلات، ويستمر تدفق الالكترونات بشكل مباشر وفي نفس الاتجاه مهما كان الزمن، يعني كله في الموجب او كله في السالب بنفس الاتجاه. يعني مش هيغير اتجاهه. في عندنا التيار الثابت له برضه نوعين، في ثابت الاتجاه والشده. ثابت الاتجاه والشده اللي هو بيكون من البطاريات، يعني البطاريه تعطيني تيار ثابت، تيار اي هنا منحنى مثلا الجهد الموجب مثلا هو الاسود، مثلا هنا الجهد السالب او الطرف السالب. فالجهد الموجب زي ما احنا شايفينه ماشي في خط مستقيم مهما تغير الزمن بالنسبه للخط السالب، هذا اسمه ثابت الاتجاه والشده. في عندنا نوع ثاني اللي هو ثابت في الاتجاه فقط. اللي هو ثابت في الاتجاه فقط. لاحظ هنا انه الجهد هنا 0، بعدين صعد صعد الى اقصى قمة له، بعدين رجع ثاني
الى الصفر، بعدين هذه المنطقه فيش فيها جهد، وبعدين بيرجع كمان مره جهد. هذا اسمه ثابت في الاتجاه، يعني عندما يوصل الصفر خلاص بيوقع لحديت ما يوصل الى اقصى قيمه له، بصير سواء بالشكل هذا اللي احنا شايفينه تحت او بالشكل اللي فوق. اللي فوق طبعا هذا ان شاء الله حيكون في الدرس القادم ان شاء الله، اللي هو الهاف ويف ريكتيفاير او الفول ويف ريكتيفاير. جهد قلنا ثابت الاتجاه فقط ولا بنحصل على اي تدار، اللي هو ثابت في الاتجاه لكن مش ثابت في الشده، يعني الشده تبعته بتتغير. يعني الشده متغيره. اما الجهد المتردد او التيار المتردد ويرمز له بالرمز اللي هو اسمه الترنيتنج كرنت. الترنيتنج كرنت يعني اي سي. لاحظ هنا حيختلف عن جهد الدي سي. لاحظ هنا انه هنا خط، هنا كنا احنا بنسمي هذا مثلا موجب وهذا بنسميه سالب. الان هذا ممكن نسميه فاز وهذا نسميه نيوترون، هذا بنسميه فاز وهذا نيوترون. هنا الخط الاسود اللي هو بيمثل خط الصفر اللي هو خط الارض، هنا الجهد عماله بيصعد هنا في الاتجاه الموجب، بيرجع ثاني للصفر، يرجع ثاني مره على السالب. يبقى هنا التيار الالترنيتنج كرنت تغير من الموجب الى السالب، تغير من الموجب الى السالب. لما يتغير من الموجب الى السالب بسميه الترنيتنج كرنت او تيار متردد او متذبذب. طبعا هذا كلهيته بالنسبه لمين؟ لمعامل الزمن، يعني هي التايم شغال، الزمن شغال، الزمن شغال. في اللحظه هذه كان الجهد مثلا، خلينا نقول لو فرضنا هذه كلهيتها مثلا 10 فولت، مثلا هنا في 3 فولت، بعد شويه بصير 5، بعد شويه بصير 7، بصير 10 فولت، بعدين بيرجع 8، بيرجع 6، بيرجع 0، بعدين بيرجع ناقص 1، ناقص 2، ناقص 10، بعدين بيصير ناقص 8، ناقص 7، ناقص لحد ما يوصل الى 0، بعدين بيصير 1، 2، 10 وهكذا. يعني الخط، يعني الجهد المتردد ينتقل ما بين الموجب والتيار السالب. التيار المتردد الترنيت الكلام هو بالعاده التيار الذي يغير اتجاهه بين الموجب والسالب مع مرور الزمن. رسم الإشارة وظيفته الآن يفرجيني هذه الترددات. لاحظوا هنا إنه حاشوف أنا حركة الجهد وهي طالعة وهي نازلة، حركة الجهد هو بيطلع وبينزل، كيف الحركة تبعت الجهد. طبعا الرسم اللي موجود ده الصورة تبعته هنا هو رسم شوية حديث يعني متطور، يعني هو فهنا بيكتب قيمة التردد، بيكتب قيمة الجهد الموجب، يعني بيكتب بعض الأمور على الشاشة. ماشي، أرجع شوية تحدثنا هنا عن التيار الثابت، قلنا هذا ثابت في الاتجاه لكن الشدة تبعته ما هوش ثابت، لكن كلهيته موجود في جزء الموجب للجهد الكهربي. يعني هنا الخط الاحمر هذا هو مثل خط الصفر، هنا كله هو موجود في الجزء الموجب، وحتى لو كان موجود في الجزء السالب ايضا يعتبر ثابت، ايضا يعتبر ثابت. يعني لو كانت هذه مقلوبه، هذه مش هنا، هذه هنا، ايضا يعتبر ثابت. يعني لو كان كلهيته جاي بالسالب، يعني كان كله بالسالب ايضا يعتبر ثابت، يعني كله بالاتجاه الموجب او كله بالاتجاه السالب هذا يعتبر ثابت. انما اذا كانت جهد الكهربي بغير اتجاهه، مره بكون موجب الاتجاه الموجب ومره بكون في الاتجاه السالب، فهذا يسمى تيار متردد، يسمى تيار متردد. فمثلا هذا الجهد اللي انا شايفه الان امامي، الرسم هذا اللي انا شايفه، انا هذا ما بقدرش اعرفه متردد ولا ثابت بالمناسبه، الا اذا انا كنت عارف حالي ايش اللي انا قاعد بشتغله على الرسم اللي هو حنتعرف عليه شويه شويه ان شاء الله. هنا عندي طبعا اشاره ثانيه ممكن انا اذا اجيب لي اياها الرسم، طبعا استحاله اشاره زي هذه اشوفها واقدر اقيسها بجهاز الراس بجهاز الساعه العادي. بامكاننا نستخدم ايضا الرسم في المقارنه ما بين اشارتين، يعني هذه مثلا اشاره مثلثه، هذه مثلا اشاره مربعه، لانه رسم الاشاره بالعاده له مدخلين او اكثر، فهذه بتكون الاشاره جايه من مدخل وهذه الاشاره جايه من مدخل ثاني.
شوف نحاول نعرف ايش هي الدورة. يعني لو قلنا هذا التيار ثابت الاتجاه وليس ثابت القيمة، ممكن يكون متقطع ممكن ما يكونش متقطع، يعني ممكن يكون ما بيوصلش الصفر، وإذا ما وصلش الصفر ما بنسموهش متقطع. لكن أنا حطيت المثال تبعي لتقويم نصف الموجة على أساس إنه ممكن يوصل للصفر، بس سواء وصل للصفر أو ما وصلش بتم ثابت الاتجاه وليس القيمة، القيمة تتغير. يعني أنا ممكن يكون عندي جهاز عادي شغال كويس أو في مشكلة بسيطية، فبكون الدي سي بتاعه مش مظبوط، يعني في فايبوريشن على القمم تبعته، يعني ممكن تكون قمه زي اللي انا بشوفها الان مثلا، هذه كلها هي تكون راكبه مثلا، هذه نفترض انها 1 فولت وراكبه فوق الجهد مثلا الجهد 5 فولت، فبكون 4 فولت ثابته بالجهد تماما، والفولت الخامس في فايبوريشن، في ايش؟ تعرجات زيها مثلا، هذه التعرجات فبنسميه برضه بيبقى هو الجهد ثابت. خلينا نتعرف على الدورة، لأنه إحنا أو الهزة، دورة أو هزة، نعم ممكن نسميها هزة. الدورة اللي هي سايكل هي الفترة الزمنية بين الحصول على قياس أقصى في الموجة في نقطة معينة إلى الحصول على نفس القياس مرة أخرى. أقراها مع المؤشر، هي الفترة الزمنية بين الحصول على قياس أقصى للموجة، هي قياس أقصى، هاي قياس أقصى، لا ليس قمة وقع، لا في قياس أقصى للموجة، بعدين هاي الموجة بدأت تنقص الجهد تبعها لحيث ما وصلت إلى القاع، لكن لسه ما صارت دورة بين قمتين، نعم ما صارت دورة لسه، بتعاود تصعد عبين ما توصل إلى القمة مرة ثانية، أصبحت الجهد اللي هنا هو نفس الجهد اللي هنا الآن، هذه الآن تسمى دورة، يعني هاي دورة. هذه اللي انا حطيتها في المربع هي دورة ما بين قمتين متتاليتين، نعم هذه اسمها دورة. نشوف التعريف، الدورة هي الفترة الزمنية بين الحصول على قياس أقصى في الموجة من نقطة معينة إلى الحصول على نفس القياس مرة أخرى. التردد، إيش هو التردد؟ التردد أو التواتر هو مقياس، تردد هو مقياس لتكرار الدورة اللي حكيناها قبل شوية في وحدة قياس معينة. وحدة القياس في الترددات الكهربية هي الثانية، وعليه التردد هو عدد الدورات في الثانية. تعريف بسيط للتردد، التردد هو عبارة عن عدد الدورات في الثانية، يعني كم دورة في الثانية، هذا هو التردد، هو عبارة عن عدد الدورات في الثانية. في عندنا مثلا احنا أجهزة زي مثلا جهاز راسم القلب، راسم القلب هو جهاز السلسكوب، هو جهاز السلسكوب، لكن وحدة القياس عنده ما هياش ثانية، وحدة القياس عنده دقيقة، وبالتالي ممكن يحسب مثلا يقول لك 80 دورة في الدقيقة. احنا بنستخدم الثانية، نبضة، دورة، هزة، زي ما بدك. يعني هو للأسف الشديد يعني احنا العرب مش كثير متفقين على المصطلحات، فبتلاقي كل دولة ترجمت على كيفها. طبعا الاستاذ مروان عمر، انا عشان مش كثير يعني خبير في الوقت، تفكرني انا بحكي عن النت، يعني انا خبير في الكمبيوتر والانترنت، يعني يعني كويس ان انا عرفت استخدم العملاق ورفعت. يعني يبقى اتفقنا انه هو التردد هو عدد الدورات في الثانيه، واتفقنا ان الدوره هي ما بين اعلى نقطه ثم وصول كمان نقطة كمان مرة، يعني وصولها من نقطة عليا بعدين ترجع لنقطة عليا مرة ثانية، بكون هنا دورة وهنا التردد هو عدد هذه الدورات في الثانية. يعني لو قلنا هنا التردد هو دورة زائد دورة زائد دورة زائد دورة، فلو افترضنا انه عندنا تردد
يعني الدورة نفترض انه هذا الزمن، هذا الزمن انا ماشي بالخط، بمشي 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 لحديت ما اوصل للقمة الثانية، كان عندي الزمن مثلا اعطيته 2 من 10 ثانية، هذه ايش دورة. كمان مرة امشي كمان زمن، هاي كمان 2 من 10 ثانية، وهي هنا كمان 2 من 10 ثانية، وهي هنا كمان 2 من 10 ثانية، وهي هنا كمان 2 من 10 ثانية. انا مشيت هنا يعني هي 200 مللي سكند. هذا بيعني انه عندي انا هنا تردد، خمسة ذبذبة في الثانية، نكتبها بالشكل هذا، 5 هرتز. خمسة هرتز، يعني هذه الإشارة هي لتردد مقداره 5 ذبذبة في الثانية. هي عرفنا التردد. الجهد هو الفارق ما بين أعلى وأدنى نقطة، يعني الهاي بين الهاي واللو، هي هذه قيمة الجهد تبع النبضة. يبقى التردد تبع النبضة هو عبارة عن عدد الدورات هذه في الثانية، جهدها هو الفارق ما بين أعلى نقطة وأقل نقطة. وبنميز الجهد بفولت بيك تو بيك، بنشوفها كمان شوية. فهنا عندي إشارة عندي هنا إشارة، وأنا هنا ماخذ جزء منها وبقول هي زمن الدورة. طبعا أنا ما أخذتش من أعلى قمة وأدنى قمة، زي ما تقول هيك بحس أنا إنه أفضل إلي للحساب لقياسها إن أنا أخذها بالشكل هذا. طبعا سواء أنا أخذتها من هنا لهنا، من هنا يعني لهنا، أو أنا نصفت من هنا ونصفت من هنا، لأنه أنا ماشي على الخط هذا، إمتى بتقطع هذا الخط فبكون انا اخذتها. فهذه الدوره هي عباره عن مربع 2.5، يعني هذه الدوره عباره عن مربعين ونص. الجهد بتاعها اللي هو ادنى واقصى، ادنى واقصى قمه اللي هو جهد الدوره، اللي هو بكون مربع 2 وشويه، يعني 2 مثلا 2 من 10. يبقى هنا عندي الجهد تبع هذه الدوره عباره عن مربعين 2 من 10، والدورة عبارة عن مربعين 4 من 10. قلنا انه جهاز الرسم مهم جدا في الورشة، مهم جدا جدا. الكلام اللي انا مش كاتبه شباب، يعني كتير لو انت يعني معلوماتك نصكم في المهنة اللي انت بتشتغل فيها، يعني معلومات اي كلام، كان عندك راسم إشارة، راسم الإشارة لحاله كفيل بأنه يعلمك المهنة، كفيل بأنه هو يعلمك المهنة ويخليك خبير في العمل. فقط أنت بتقرأ الإشارة، بتحفظ الإشارة، بعد هيك بتقارنها في مكان تاني أنت مش عارف، يعني إشارة أنت عارفها بتقارنها مع إشارة أنت مش عارفها، بتلاقي المعلومات بدأت تصير عندك. طبعا راسم الاشاره مليان مفاتيح، يعني مثلا لاحظ النقطه هذه مثلا هنا نبضات ماشيه كلها تمام، لكن النبضه هذه فيها خلل، النبضه هذه هيها فيها خلل، بعرف انه هذه النبضه فيها خلل، بعرف انه قد تكون هي سبب المشكله انه هذه النبضه تيجي فيها خلل، وببدا ابحث عن سبب هذا الخلل. طبعا خلل زي هذا غالبا غالبا ما بيكون سببه الجهد الكهربي، يعني الجهد الكهربي مش مضبوط بسبب مشاكل كتير. جهد كهربي مش مضبوط بسبب مشكلة كبيرة، يعني لاحظ انه كأنه الجهد الكهربي مستمر في عندك، احنا على 50 هرتز مشغلين مثلا، عند نقطة معينة بيهبط الجهد، يمكن انا ما بشوفهاش بنظري لكن راسم الإشارة بشوفها. نحاول نتعرف على الشاشة تبعت راسم الإشارة.
أهم ما يميز رأس النشرة هو شاشة العرض والقياس، وهي مخصومة بخطوط طولية وعرضية وتشكل 8 مربعات. بالطول هي 1 مربع 2 3 4 5 6 7 8 8 مربعات رأسي و10 مربعات أفقي. طبعا ليش 8 رأسي وليش 10 أفقي؟ هذا شغل اللي صممه راسم الإشارة، هذا شغل كل مربع منهم 1 سم مربع، يعني كل مربع من هذول هو 1 سم. وكل مربع بقدر اقسمه لخمس اجزاء متساويه، يعني بكبر الرسمه هنا، هي جزء 2 3 4 5 اجزاء، كل هذا عشان اعرف اقرا الكلام بشكل او الاشاره بشكل صحيح. الخط الراسي اللي هو اللي انا قسمته 8، هذا الخط الراسي، هذا اللي بيقرا معايا الجهد، بتحكم فيه عن طريق مفتاح اسمه فولتاج ديفيشن. فولتاج ديفيشن اللي هو تقسيم الجهد. الخط الافقي اللي هو ديفيشن تايم سويب، اللي هو بيعطيني العرض تبع النبضه. وفي حاجه بدنا ناخذ بالنا منها، طبعا احنا بنحكي الان عن الراسم السي ار تي مش الديجيتال. الراسم لما بيقيس الجهد، لما بيقيس جهد فما بيحتاجش لشيء ينتجه من عنده، فقط الجهد اللي انا بعطيه اياه عن طريق المجس هو بياخذ هذا الجهد وبكبره وبيفرجيني اياه على الشاشه. اما التردد لما بدي اقيس عليه التردد اللي هو شكل الموجه، هنا بيلزم انه الراسم ينتج تردد من عنده. خلينا نشوف، ماشي نرجع لهذا ثاني، خلينا نشوف هنا ايش اللي حيحصل. هنا طبعا الشريط هذا بيحكي بلغة إسبانية أو فرنسية، أنا ما أعرفهاش اللغة. أنا مفاتيح الضبط، هذول مفاتيح الضبط اللي تو اشتغلت فيهم مفاتيح الضبط. مفاتيح الضبط بالعادة احنا بنخاف مقفلين، يعني دائما مقفل على اليمين، مقفل على اليمين مقفول دائما، مفاتيح الضبط مقفول. نعم، هاي بدنا نعمل جهاز اون. خلينا عاد احنا نشوف الاون، الجهاز بياخذ فترة بعدين يسخن. خلينا نشوف، لاحظ هنا النقطة هذه اللي قاعدة تمشي، النقطة هذه نتيجة تردد بينتج نفس جهاز الراسم اللي هو الوزن او المسح. هذا التردد مين؟ نفس الجهاز هو اللي بيعمل هذا التردد، يعني بمشي الشعاع الالكتروني بسرعه معينه. السرعه هذه هي يمكن حسابها، يعني لو انا حسبت زمن هذه النقطه من هان لهان يبدا انا بعرف التردد بتاعها قد ايش. هي نقطة بتسأل، خليها قد حتستخدم مفتاح السويب تايم. السويب تايم يعني حتخلي زمن المربع الآن أقل من الأول، وبالتالي حتبدأ النقاط تظهر وكأنها خط أفقي واحد. الآن بدأت تظهر وكأنها خط أفقي واحد، ليش؟ لأنه هي سرعت الزمن، يبدأ التردد اللي داخل هنا. بنتحكم في الإضاءة، نتحكم في الفوكس على اساس تاخذ احسن حاجه. هنا في عندنا جهاز
لفحص. طبعا هنا الاشاره اللي هتنفحص اللي هي افتكر دي سي، هنا جهاز دي سي هيفحص دي سي. هنشوف كيف نفحص جهد الدي سي. طبعا جهد الدي سي سهل جدا، لاحظ كمان مره، لاحظ انه هنا من حديث ما ترفع ماشي الحال، المسافه اللي قطعها الخط من تحت لفوق هي تشكل جهد النبضه. جهد الدي سي اللي بدنا نقيسه هو فرق المسافه بين تحت وبين فوق. في هذه الحاله في عندنا المفتاح بنكتب عليه تحديد نوعيه الدخل، اما الدخل اي سي او الدخل دي سي او الدخل الارضي. يعني انا ممكن احد المداخل تبعت الاسلسكوب الغيها خالص، او ممكن اخليها اي سي او دي سي. ايش الفرق بين الاي سي والدي سي؟ اذا انا استخدمت خيار الدي سي معنى ذلك انه حتكون الاشاره كلها مرتفعه عن خط الدي سي، اما اذا استخدمت الدخل اي سي معنى ذلك انه انا باخذ الاشاره بدون الالتفات لخط الدي سي. يعني هذه الاشاره الان اللي هي طلعت لانه هي مستخدمه خيار الدي سي. استخدمت خيار الاي سي، الجهاز ما زال الان بيقيس جهد، هو بيقيس جهد هذا البوزيشن فوق، بيقيس الجهد لكن ايش؟ على الاي سي، وبالتالي ما ببينش قيمه الارتفاع تبع الاشاره الدي سي، لكن بنحوله على الدي سي عشان نقيس الاشاره. هنا بنقيس تردد، طبعا على طول اجى معايا شكل الاشاره لانها مختاره الاي سي، لو اخترت الدي سي التردد بيطلع فوق. طبعا هنا الحركه هذه راح ماشي، حاثبت عند اللقطه المعينه. عندما تيجي الاشاره ويتم التحكم في المفاتيح، فاحنا ما بنغيرش في الاشاره اللي جايه، احنا بنغير في طريقه قراءتنا لهذه الاشاره بس، احنا بس بنغير في طريقه قراءتنا لهذه الاشاره. هنا هي الاشاره ارتسمت، لكن التغير الان اللي بنعمله في المفاتيح تبعت الاسلسكوب هي بنغير كيفية قراءتنا لها، أما زمنها بتمه هو نفس الزمن. هنا شرح لراسم، هسيب الصوت عندكم لان بدي اعيد اكمل. And welcome to the next. Hello and welcome to the next installment of our series on laboratory equipment. My name is Alex Guo and this video will cover oscilloscope or scope pushrod. For this demonstration, we'll be using HP54645D oscilloscope. Remember, quick start guides and equipment menus will be available on your course webpage. The oscilloscope is a tool that allows you to display waveforms. It allows you to see voltages in a circuit as a function of time. Please only use these cables with the scope. They are specialized and expensive, so please handle them with care. Your oscilloscope has two channels for measuring voltages, A1 and A2. To display a waveform on the scope, we'll feed the output from the function generator into the oscilloscope, just like in the last video.
To display a waveform on the scope, we will feed the output from the function generator into the oscilloscope, just like in the last video. Set up the function generator to produce a 1 kHz 1 volt sine wave. Connect the output of the function generator to the oscilloscope channel 1. It's very useful since you often need to see the relationship between signals. Now that we have an idea of how now, to display a waveform, the auto let us button explore to display scope functionality waveform. In more detail. The two channels operate the different independently features of on each the scope other, are analog, and having two channels is very useful trigger, since you often need storage, to see the relationship between signals. We will not be using the now that we have an idea of how video. To display a waveform, let us explore feature, scope functionality in more detail. The different features on the scope are analog, the first thing we will do trigger, is storage, and digital. We then will not be using features. The digital buttons each in this video. Note that once you select a feature, further functionality is obtained using soft keys. The first thing we will do is understand the analog the features. You each can channel also has vary a calibrated gain knob which sets the scale of waves div on the screen. For instance, you can also vary the position of the waveform on the oscilloscope DC using value the position. And all. Sometimes you may want to see a small signal riding on a large DC voltage. In that case, you can switch you can the input also to AC different features of the waveform your scope on also each has a ground input by pressing setting, either A1 which lets you or see where 0 volts instance, is on the screen. The signal you see on the next screen feature is we'll the signal voltage, is the horizontal DC value and all. The sometimes, you may want to see a small signal riding on a large DC voltage. Essentially, in that case, you can switch the input to AC. في قراءتها لهذا التردد هي بتيجي هنا تعمل ازاحه شمال ويمين. طبعا بامكانكم تشاهدوا الفيلم براحتكم الان. خلينا نكمل الموضوع. الجهد اذا انا بقيسه على الدي سي على الساعة العادية بسمي دي سي اي سي زي ما قلت. اما الجهود اللي انا بالعادة بقيسها بالراسم بنميزها دائما بفولت بيك تو بيك والتردد بنميزه بالهرتز. هنا عندنا شرح على جهاز تريو 20 ميجا هرتز بفرجينا شكل الاشارة. الحاجة اللي بتميزه عن غيره انه بفرجيني شكل الاشارة. وباقي القياسات ممكن احصل عليها من اجهزه القياس العاديه. اما هو بفرجيني شكل الاشاره وبقارن اكثر من اشاره مع بعض. هنا جهاز رسم اشاره تريو، هنا طبعا هذا كاثود ريد يعني اشعه المخبط اللي هو ويل من ورا بكون. خلينا نطلع عليه كويس. هحاول انا احكي شوي عن المفاتيح تبعته. بدون ما اخوض في التفاصيل، لكن التفاصيل مكتوبه اللي بدي ارجع لها بقدر ارجع لها. يعني مثلا هنا عندي الشاشه، هنا الشاشه تبع، هنا عندي مفتاح اوف اون، هنا مصباح يضوي لما يشتري الجهاز، هنا مفتاح بيتحكم في كثافه الخط، يعني بخلي الخط الرسم قوي او ضعيف، هنا بتحكم في الفوكس تبع الخط انه يكون الفوكس جيد او مش جيد، الفوكس طبعا زي الفوكس اللي بيصير معك في الكاميرا تماما. عندي هنا مفتاح الزمن اللي هو سويب تايم سويب تايم، هذا سويب تايم هذا اللي هو بيحدد زمن المربع، يعني قديش زمن المربع، هل يكون زمن المربع مثلا ثانيه ولا مايكرو ثانيه، قديش زمن المربع، يعني الخط الالكتروني لما يقطع من هان لهان بيكون قديش قطع زمن. عندي هنا المدخل للكالبوريشن لعمليه الضبط. عندي هنا المربع هذا المفاتيح تبعته المفتاح هذا علشان ضبط الاشاره نفسها، يعني الاشاره تيجي مشوشه مش مشوشه وهكذا. عندي هنا الاستخدامات جهاز التلفزيون، اذا انا بستخدم التلفزيون هنا بيعطيني ثبات في الاشاره. هنا عندي قالب للاشاره بيقلبها، هنا الاشاره خارجيه تجي له من جهاز خارجي. عندي التحتاني هنا مقسومه 2 قناه، هنا قناه يعني قناه وهنا قناة ثانية، يعني قناتين، واحدة هنا وواحدة هنا. هذه لها البوزيشن بتاعها. البوزيشن موجود هنا هي تحت شعار القرية.
اللي هو بيرفع الاشاره لفوق وبينزلها لتحت، هنا البوزيشن بتاع هذا القناه بيرفعها لفوق وبينزلها لتحت، وهذا نسيت نقول عنه البوزيشن اللي بودي الاشاره شمال يمين. كل هذه الحاجات ماشي الحال، سمعتك استاذ يعني. كل هذه الحاجات بستخدمها اللي هو البوزيشن بوزيشن بوزيشن كلها عشان انا اخذ شكل اشاره جيد امامي على اساس اقدر اقيسه واطلع تردده واحسب اللي انا بدي اياه فيه، يعني سواء هذا او كل المفاتيح هذه وظيفتها توضح لي الاشاره على الشاشه، انما جهاز الاستروسكوب لا حيقدر يغير في الجهد تبع الاشاره ولا يقدر يغير في تردد الاشاره، لكن كيف انا اعرضها امامي بشكل استطيع من خلاله اقراها بشكل جيد. خلينا طيب مدام هيك، طبعا هنا كلام بتقروه لوحدكم اللي عايز يتعرف على الجهاز. هنا النقطة اللي أنا تحدثنا عنها في الفيديو، نشوف الرسمة هذه كويس عشان نفهم أكثر موضوع الرسم. هنا عندي السويب تايم محطوط على مثلا 5/10 ثانية يعني نص ثانية. هتبدأ تتحرك من اليسار النقطة هذه، هتبدأ تتحرك من اليسار لليمين لما يكون السويب تايم على نص سكند، معنى ذلك ان النقطة لما تمشي من هنا لهنا قطعت نص ثانية، ومن هنا لهنا كمان نص ثانية، في 10 مربعات بتكون النقطة هذه قطعت المسافة هذه في 5 ثواني، ولو عندك جهاز راسم إشارة حط على النص سكند اللي هو تقريبا هذا أعلى زمن بيعمله، حتجد إنه الإشارة بتقطع بالضبط في 5 ثواني، تقطع المسافة من هنا لهنا في 5 ثواني، غالبا هذا بيكون أقصى اليسار لما تحط المفتاح تبع السويب تايم على أقصى اليسار بيعطي لك النقطة وهي بتتحرك بالشكل. تجهيز الراسب للعمل قبل، لا خلينا نجهز الراسب للعمل، خلينا نجهزه. هنفتح الجهاز ونجعل مفتاح الاختيار مود على شانل واحد، ولا يفضل وضعه على الضل المزدوج. في عندي انا مداخل الاشاره شانل واحد وفي شانل اثنين وفي المزدوج، يعني ممكن ادخل اشاره ماشي. بعطي لك مثال بسيط جدا، لو كان انت عندك اي جهد دي سي، اي جهد دي سي بشغل اي يعني داخل جهاز، نفترض انه هذا الجهد كان مثلا على سبيل المثال 12 فولت، بامكانك انت تستخدم راسم الاشاره الان لقياس هذا الجهد ل 12 فولت. لاحظ انا بحكي لك عن ابسط حاجه، بتقيس الجهد ل 12 فولت، اذا كان نسبه الفايبريشن التعرجات اللي على قمة الجهد زيادة عن 5% فمعنى ذلك انه في عندك مشكلة. كان في فايبريشن يعني ترددات زايدة على سطح الجهد اقل من 5% ما بيسببش المشكلة، هذه الساعة العادية ما بتشوفهاش، واللي بيشوفها طبعا راسم الاشارة. حاجات كثيرة يعني في داخل المهنة ممكن انت تستخدمه فيها، على سبيل المثال كنا بنستخدمه في صيانة التلفزيون مثلا، جهاز بيسبب عطل أحد الترانزستورات المعينة. الترانزستورة هذه نكتشف بعد هيك إنه التردد اللي بيوصل لهذه الترانزستورة مرتفع، فما كانتش بتتحمل هذا التردد، وبالتالي هذا كان يكون سبب العطل بتاعها. أنت بتتبع إشارة من مكان لمكان، تكتشف وين المكان اللي تم فيه قطع للإشارة، أو تم اضمحلال كبير للإشارة، أو تم في اضمحلال كبير للإشارة، فأنا بكتشف.
استخدام رسم الإشارة أساتذة طبعا يعني ما بيقدرش يستخدم واحد زي ما نقول لازم يكون عنده خبرة، بتكون عندك خبرة وهو بينمي لك إياها بزيادة. لو أنت ما عندكش خبرة هيكون صعب عليك استخدام رسم الإشارة، لكن بالتدريج شوية شوية هتلاقي حالك إنك أنت بدأت تتعلم، بدأت تتعلم. مش شرط تستخدمه، طبعا ممكن يستخدم للتصميم، للتصميم الدقيق، نعم استخدم للتصميم. هنا المفتاح تبع اختيار نوعية الدخل اي سي ولا دي سي او اغلاق مفتاح الدخل خالص. خلينا نشوف الفيلم. من بدايته هنا مفتاح الكثافة اللي هو بدي يخلي الخط غامق أو ضعيف، هاي هيك أنا لغيته خالص أو ممكن أخليه غامق خالص على حسب المشاهد تبعته، يعني برجع بغمقه تاني. في تحتي مفتاح للفوكس اللي هو بيخلي الخط خميل أو الخط رقيق على أساس إنه أنا أقرأ قراءة جيدة. طبعا الرواسم هذه القديمة ما زالت موجودة ومستخدمة حتى اليوم، يعني ما زالت تنتج، يعني مش دائما الرسم الديجيتال يعني خلاص ما 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 قضاش على هذول الاجهزه خالص. في عندنا في رسم الاشاره في المجاز تبع رسم الاشاره البروب، يعني في البروب هنا مفتاح اكس واحد اكس 10، هذا على اساس يقيس الجهود المرتفعه شويه. وفي عندنا نقطه الكالبوريشن اللي هي موجوده هنا عشان ضبط الجهاز. نقطه الكالبوريشن نشبك فيها الجهاز. لاحظ ان الاشاره صغيره شويه، استخدم مفتاح الفولت ديفايدر علشان ارفع الاشاره، اعلي الجهد المقروء، اعلي الجهد المقروء، لكن الاشاره هي هي بنفس الجهد. هنا ايش؟ كبرنا الجهد على اساس انه نتمكن من قراءته. نستخدم السويب تايم عشان الموجات تكون مربعه الى حد ما، يكون سهل. لاحظ شكل الاشاره، لاحظ ان التردد ما تغيرش، لكن انا طريقه عرضي هي اللي قاعده ايه بتتغير لحد ما جانا السماعه. في عندنا المفتاح للتريجرنج اللي هو لو كان في تشويه في الاشاره طبعا حتكون جايه من الجهاز، لو كانت الاشاره الجايه فيها تشويه وغبش بقدر انا اعمل لها فلترنج من خلال. في عندي مفتاح الوسطنة لأعلى ولا فوق بنزلها لتحت على أساس أحطها في مكان على قراءتها. في عندي المفتاح تبع اختيار اي سي دي سي وأرضي، أنا بختار. لاحظ هنا كيف في عندي كمان مفتاح المود، مفتاح المود على أساس إنه أنا آخذ دخل قناة واحدة أو قناتين. لاحظ الخط الثاني انا بحركه من الاتجاه الاخر، بدي ادف لحد مثل هنا واعرض شويه عن راسم الديجيتال الحديث. في واحد يصمم يستخدم هذه الاجهزه، هذه الأجهزة اللي بيستخدم يتفضل اللي بيصمم يتفضل يستخدمها. هنا جهاز الاستلسكوب الحديث، الفيلم الرابع الموجود هنا عن الاستلسكوب الحديث، هذا خلينا على مكانه نحاول نشوف الراس.
ممكن انه انا مش عارف الفيديو هذا لا بهذا هنا نحن على الريسيفر ديجيتال ريسيفر من الحديثات حيشتغل نفس الشغل بيحتوي تقريبا على نفس المفاتيح لكن ايش في حاجات فيه كتير اوتوماتيكيه طبعا ممكن ترسم يعني الجهاز الراسم القديم بيرسم اشارتين مع بعض الجهاز الحديث هذا بيرسم اربع اشارات مع بعض وفي عندك في الميموري تبعته كمان مجموعه من الاشارات بامكانك تقارن الاشارات الموجوده في الميموري مع الاشارات الجديده كمان كيف الميموري هذه مهم جدا لاستخدام الميموري للاشارات لانه انا في الريسيفر العادي في الراسم العادي بضطر احفظ شكل الاشاره يعني انا بحفظ انه شكل الاشاره في المكان هذا بكون هيك هذا هو الشكل في الرواسم الديجيتال تقدر تخزن هذه الاشاره عندك في الراسم وتستدعيها في الوقت اللي بدك تقارنها انت مع اشاره جديده موجوده خلي الفيلم يشتغل كويس وخلينا نكمل بعض الفروقات ما بين الرواسم هذه طبعا هنا راسم الاشاره الرقمي هنا في عندك مدخل 2 3 4 عندك هنا مفاتيح التحكم العاديه لاحظ هنا انه هذا باربع مداخل لكن لاحظ هنا في اشاره 2 3 4 5 في 6 اشارات الست اشارات طبعا عنده امكانيات كثيره الجهاز اللي الست اشارات ممكن تكون اشاره انا مستدعيها من الذاكره وممكن اشاره يعني لو لاحظت تحت هنا حتلاحظ انه هنا بيتحدث عن اشاره مقسم تردد يعني في عندك تقسيم للتردد وهو عماله بيقارن الاشارات اللي طالعه مع بعضها وبيحسب كل حاجه التريو 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 اللي حكيت عنه هو رخاص هذول وكونسيرت التريو الاولاني طبعا ما فيش في هذا طبعا مطلع السمك تبعه قديش سمكه رفيع جدا الراسم الديجيتال ما فيش فيه شاشة سي ار تي ضعفت فيه قنوات الدخل قنوات الدخل لاحظ كم اشارة قادر يفرجيني اشارة 2 3 4 5 عد اشارات بقدر افرجيك اياها مع بعض عندك في ذاكرة واسعة في عندك طبعا خلينا نتحدث عن هذه في عندنا الرواسم القديمة السي ار تي يعني يا دوبك وصلت لل 100 ميجا يا دوبك وصلت لل 100 ميجا لكن لاحظ هنا انه بوصل معك ل 1 جيجا يعني لو في عندك اشاره 1 جيجا بيقدر يقيس لك اياها غير هيك السلسكوبات القديمه او السي ار تي ما بتقدرش تستجيب لهذا التردد يعني ما بتستطيعش انها تستجيب لهذا التردد هذه ال 1 جيجا مش شرط انك انت تقدر تتحكم فيها زي ما احنا ممكن نشوف هنا في الفيلم لعله يكون وصل طبعا الفيلم بطيء جدا في العمل مع انه السرعه عندي كويسه لكن اليوتيوب مش كثير قوي خلينا نكمل يا جماعه اللي انا كاتبه سرعه 1 جيجا في اكثر من 1 جيجا في 2 في 2 جيجا في عندك سامبل ريت سامبل ريت يعني الدقة اللي بيعطي لك اياها على الشاشة بدل ما يكتب الدقة كذا كذا هو بيعطي لك سامبل ريت طبعا لما تقول لي سامبل ريت 4 جيجا يعني حاجة كبيرة جدا كبيرة كبيرة يعني ال 4 جيجا عندك ذاكرة اللي هي علشان يحفظ الإشارات القديمة عندك مداخل 4 عندك ايش مواصفات كثيرة رائعة فيه عندك مثلا هنا شاشة عرض 12 انش وشوية شاشة العرض تبعته 12 انش عندك بيستجيب استجابات فائقة في عندنا انا مثلا مفتاح اسكان يعني هو لحاله بيبدا يبحث على الاشارات اللي انت مخزنها على اساس انك انت تطلعها بسرعة يعني الاشارات اللي انت مخزنها على اساس انك بسرعة تطلع الاشارة عشان تقارنها مع الاشارة الجديدة اللي انت بتقيسها وتشوف الفرق ما بين هذه الاشارة وتلك الاشارة بيكتب القيم مباشرة بيكتب القيم عندك مباشرة ما هوش بحاجة لعمليات حساب زي اللي حنشوفها كمان شوي
طبعا انا بس اهدد لان انا ما فيش عندي صراحه جهاز راسم ديجيتال اشرح عليه اكثر من هيك، لكن تاكد تماما اذا انت عندك جهاز راسم اشاره ديجيتال هو اسهل بكثير من استخدام راسم الاشاره التماثلي او الانالوج العادي، لانه الديجيتال على الاقل في زر الي اوتوماتيك، يعني لا تستخدم السويب تايم ولا تستخدم الفولتاج ديفايدر ولا حاجه، كل هيته هو بروح له ضبط لك شكل الاشاره اللي بتلاقيه هو مناسب، وبروح له كاتب لك الجهد قديش والتردد قديش، يعني انت متريح من اشياء كثيره في الجهاز الحديث. احنا خلينا نكمل شغلنا مع الجهاز القديم ونكمل نشوف هنا، او قبل ما نكمل شغلنا مع القديم نكمل هذا الفيديو، مش راضي يكمل هذا الفيديو، مش راضي يكمل الفيديو. طبعا هذه كويس، الوقفه هنا منيحه. لاحظ هنا تحكمه في الاشارات رهيب جدا وسريع جدا، يعني الحصول على اشارتين، هنا اشاره هيها وهنا هنا اشاره، هذه اشاره الزرقاء جايه باشاره الزرقاء اشاره، والصفر هذه اشاره ثانيه، هو بيقارن بيشوف نقطه الخلل وين اجى. جهاز راسم الإشارة مش زي هذا، زي اللي أنا بعرضه يمكن بالنسبة له خلينا نقول 1200 شيكل، يعني يمكن 1500 جنيه يمكن، يعني أو يمكن أقل من هيك صراحة. يعني أنا عندي راسم صار له 30 سنة يعني أو 20 سنة ما غيرتوش يعني، أو ما يعني مش كثير داخل في السوق بتاعه. خلينا نحاول نكمل الجهاز تبعنا. هنا بنعد المربعات، هنا نشوف كيفية قياس الجهد. الجهد بيساوي عدد المربعات الرأسية ضرب قيمة التدريج تبع الفولتاج ديفايدر. عندنا الإشارة كانت عبارة عن مربعين، وكل مربع بنص فولت تبقى الإشارة عبارة عن واحد فولت بيك تو بيك. تردد هنعد المربعات الأفقية اللي هو زمن الدوره بيساوي عدد المربعات الافقيه ضرب قيمه التدريج. عندي الاشاره كانت اربع مربعات افقيه، كل مربع 5 ملي سكند، يبقى الاشاره الواحده هي 20 ملي سكند، بنقسم ال 20 على ال 1000 عشان ناخذها بالثانيه، بكون التردد واحد على 2% بيساوي 50. نعيد اللقطه هذه كمان مره، كيف بدي احسب التردد؟ بنعد المربعات، يعني المربعات اللي موجوده هنا، هنا مربع 2 3 4، هي زمن نبضه واحده، هي النقطه القصوى للجهد، وهي رجعت هنا النقطه القصوى ثاني مره للجهد، يبقى هي النبضه اللي معي او عندي. بطلع على الدوره، هي مربع 2 3 4، باضرب عدد بقيمه التدريج بتاع الفولت اللي تبع عدد المربعات اللي هو 1 2 3 4 في قيمة اسمها. من هنا بطلع الزمن الدورة أو زمن الدورة. لو أنا ضربت المربع فوق وتحت إن هو مربع 2، لو ضربتهم في المفتاح اللي هنا الفولت ديفايدر بأحصل على الجهد بتاع النبض. مزعج جدا استخدام قيمة التغير في الجهد، قيمة التغير في الجهد بيك تو بيك، يعني الجهد بيك تو بيك يعني الجهد. في عندي هنا بحاول انا استخدم الراسم طبعا هنا قبل اللقطة هذه لحظة بس، إذا وجدت أنا إنه النبضة هذه هي عبارة عن 1 فولت، وجدت إنه ترددها هو 50 هرتز،
اللي هو 50 هرتز اللي هي تردد الشبكة المحلية، يعني قديش الكهرباء اللي عندي ترددها لازم يكون الإشارة هذه نفس التردد، لأنه هو بيقيس نفس الإشارة. إذا وجدت هذه الأمور سليمة فمعنى ذلك أنه جهاز الرازم اللي عندي جاهز للاستخدام، جاهز للاستخدام. هحاول أنهي الموضوع طبعا أنا هنا. طبعا اشبك المجلس، هذه كلها حاجات تقراها لوحدك ان شاء الله. قلنا هنا دائما نخليها على اكس واحد، هنا بس لقياس تيار الجهد البلديه او الجهد المحلي. هنا عندي نبضه، قلنا استخدام مفاتيح هذه اذا انا بستخدم التلفزيون اللي هو تبع السنك، هذا بيعطيني ثبات اكثر للراسم. هذا السورس انترنال دائما بخليه دائما على الانترنال، انا الاكسترنال لحاجات خارجيه مش استخدام. هو بيشتغل على التردد 50 وبيشتغل على التردد 60، يعني حيشتغل على 50 او يشتغل على 60 عادي، يعني ما فيش مشكله. بس لو انا كنت مثلا عندي تردد 60 هرتز وكنت انا بستخدم راسم الاشاره في المنطقه اللي فيها 60 هرتز، فمش هاخد فالحسبه تبعتي مش هتطلع 50 هرتز، هتطلع 60 هرتز. احنا الان عند قياس جهد المحول بسم الله، هنحاول نقيس احد المحولات باستخدام راسم الاشاره. نحاول نقيس احد الترددات باستخدام راسم الاشاره. هنا حنشبك بالكهرباء، هي هنا حنحط على الجهد اي سي، حنقيس جهد المحول 12 فولت، جهد المحول 12 فولت، جهد المحول 12 فولت اي سي. بنقيس التردد ايضا باستخدام الساعه عادي، هي 49 بتقيس 49 و8 من 10 هو 50، لما بقى احط ضبط للهرتز من الطرف هذاك هي التردد 50 هرتز، يعني الجهد 50 هرتز على 12 فولت. حاقيس براسم الاشاره، لاحظ ان انا بستخدم الان طرفين من المجلس، الاشاره كبيره شويه، بقلل قيمه او بزود قيمه قراءه الجهد لكل مربع. بوسطن الإشارة بشكل كويس عندي على أساس إنه أنا أكون بس أعرف أقراها. بتعد المربعات، بتعد كم مربع؟ 6 مربعات الإشارة. نطلع على هنا كل مربع بخمسة فولت، كل مربع بخمسة فولت، 6 × 5 يعني عندي 30 فولت هذه الإشارة. هنا عشان أزيحها شمال ويمين على أساس آخذ مكان مناسب للقراءة مش أكثر، يعني بزيحها على أساس أنا آخذ قراءة مناسبة. نعد المربعات الأفقية، هي 1 2 3 4، الأربع مربعات هذول حضربهم في قيمة الزمن، زمن المربع، حضربهم في قيمة زمن المربع وبطلع ده. عندنا كان الجهد المقاس بالمالتي ميتر 12 فولت متردد. أنا برجعها ثاني، برجع السؤال، لأنه هذا السؤال حيكون هو مدخلنا للموضوع القادم إن شاء الله. الجهاز انا لما قست المحول على المالتي ميتر قاس 12 فولت متردد، وبالراسم حوالي 35 وحوالي 30 فولت من القمه للقمه. ليش اختلف قياس الراسم عن قياس الافوميتر؟ هذا ان شاء الله حنتحدث في الدرس الجاي. الاستاذ مروان بيقول طيب ليش ما فيش نلمس الاسلاك؟ ايه داعي للحذر بالرغم من قله الجهد؟ أنا ما قلتش ما تمسكش الأسلاك هنا، أنا قلت لما أنت بتستخدم المجاس أو البروب تبع السلسكوب عشان تقيس في الكالبوريشن بكون هو ماخذ أرض منه فيه، لكن لما أنت بتطلعه برا فأنا كنت شبكت الملقط تبع البروب، يعني الملقط تبع البروب على طرف من الجهد والراس تبع البروب على الطرف الآخر من الجهد، يعني ما بعدين ما أنت شفت هذه كاميرا بمسك الكهرباء، بس إحنا ما بنمسكش الكهرباء إلا إيش؟
للضروره يعني مش للدلع، لا انا بمسك الكهرباء عشان الضروره، لكن جهد 12 فولت حكينا المره اللي فاتت انه في وسائل الامن والحمايه افتكر انه كان كاتب 17 بس وين لغايه انا 60 فولت ما بكونش الاشي. قلنا انه بالنسبه لنوع الاستلسكوب يعني على حسب الموجود عندك في السوق، يعني مثلا هذا الاستلسكوب نوعه كان تريو، في عندنا استلسكوبات حديثه بتشبه تقريبا احد اللي شفناها في الافلام، يعني الاستلسكوب هذا قديم قديم شويه مش كثير قديم. فممكن تنزل على السوق وتشتري الاستلسكوب اللي يتناسب مع الفلوس اللي معك، يعني مش هتلاقي انت كميه كبيره من الاستلسكوبات، هتلاقي كميه محدوده او نوعيات محدوده وقليله. اللي تقدر تدفع حقه اشتري الاستلسكوب، بعلمك المهنه الاستلسكوب بعلم مهنه، كل مكان طبعا بيستجيب لترددات اعلى كل ما بيمشي معك اكثر، لكن في ذاكره بيكون افضل وافضل. كل ما تكون فيه امكانيات اكثر كل ما هو بيفيدك بشكل اكبر. ماشي استاذ مروان، اكتب السؤال اللي بدك اياه بدقه علشان بدي انهي. احنا طلبنا 5 دقائق من الاخوه، خلينا استاذ مروان اكتب السؤال اللي بدك اياه بدقه عشان ننهي. ماشي. الحصة الجاية الدرس الجاي إن شاء الله حنقول ليش الأفوميتر قاس 12 فولت، ليش جهاز الراسم قاس 30 فولت أو أكثر من 30 فولت، حنتحدث عن السيمي كوندكتورز باقتضاء طبعا مش هشرحها عن جد يعني بس شوية، وحناخذ التقويم وحنحاول بقدر الإمكان إنه إحنا إن شاء الله نشوف ايش المواضيع اللي فاتتنا ما حكيناش فيها ونتحدث فيها.